بعد إعلان بعض الفصائل المنشقة عن طالبان باكستان البيعة لداعش، أعلنت الجماعة رفضها ادعاء زعيم داعش أبو بكر البغدادي بأنه خليفة لعموم المسلمين، مبينة في بيان لها أن البغدادي يفتقد لكل سمات القيادة حتى لو كان يحتل بعض الأراضي ويسيطر على بعض الأشخاص على حد تعبيرهم. ويأتي البيان الجديد من طالبان باكستان وسط تكهنات بأن قيادة الجماعة قلقة بالفعل من داعش الذي لديه تطلعات مختلفة ليس لها شأن بجنوب آسيا.